نكشة مخ مع نديم. بحلقة اليوم من نكشة مخ حكي راجي مع كمال. كمال مستشار قانوني للبنوك بيشتغل بدبي، وراجي حابب يستشيره بشغلة. خلينا نسمع. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ كمال، كيف حالك؟ هلا بيك. راجي بيحكي، طلعت من طرف الأخ أبو أحمد. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد الطلعت. في مشكلة صارت من فترة، أنت عارف أنا تركت البلد قبل فترة طويلة، يعني بتحكي أنت قاعد من 20 سنة أو أكثر، واتجهنا إلى أمريكا الجنوبية. كان عندي يعني بعض الممتلكات حطتها، كنت في خزنة في أحد البنوك. بعد 20 سنة يعني الواحد رجع بده يشوف إيش الموضوع هذا، ما فيش حاجة، بيقولوا لي ما فيش إشي عندك عندنا. فمش عارف كيف الإجراءات ممكن، كنت بدور والله على مستشار قانوني نشوف هذا الموضوع، نشوف كيف ممكن نحله. حكينا مع أكثر من واحد. الآن أنت لما حطيت الأغراض في البنوك كان عندك أي ورقة فيها؟ هذا الحكي صار له أكثر من 20 سنة أخي. هسا احنا طلعنا يعني الأوراق هذه العفو. طب كنت كل سنة تجدد مثلا الرسم أو شيء؟ للأسف الشديد أنا انقطعت فترة طول العشرين سنة ما تابعت. للأسف الشديد ما تابعت. عمل لي أنت بس لائحة قل لي إنه هذول الشغلات، وإذا في شغلات إلها قيمة في ذلك الوقت، يعني إنه كانت تسوى في ذلك الوقت هالقد وهالقد. المادة مش كل إشي. يعني بارف الحمد لله تعبنا، الحمد لله تعبنا. إحنا إنسان أصمويين يعني، بدينا حياتنا. مرات الإنسان في شغلات عنده، في حاجات لا تسوى هالمصاري. بارف في حاجات معنوية. بارف هذا كلام صحيح. فهذا الحكي اللي أنا مش عاجبني، إنه أنتوا شغلة ذكرى لك تسوى مصاري الدنيا. مزبوط. ليش الغرب نتعامل بنظام ونتعامل بأخلاق عالية، وفي بلادنا العربية انعدم الضمير؟ ليه؟ يعني أنا بتصور حضرتك عارف الجواب يعني. برا من الضمير في كل حاجة يا أستاذي. أكيد. من الضمير في كل حاجة، في الفكر، في الأخلاق، في التعامل. أنت بتحكي كلمة فيربال تحكيها. مزبوط. ها عفوا، السعاده بالنسبه لك ايش هي؟ مزبوط. السعاده انك تجمع مصاري. المصاري جزء بتساعد، بس هي مش الاساس. يعني الواحد العفو طفولته ما بنساها احنا الانسان فينا. هذا حقك. حقي انه ايش يعني؟ هذا حقك، انه الشغلات اللي لك تعتقد فيها والشغلات اللي لك، يعني حتى لو حطيتها في مكان ثاني فيش حق لا يسترد حقه. اكيد. فيش حق، ما في مظلوم يظلم لعدم الظلم، يعني إلا يبين حق. ما في واحد يظلم ويعاقب. مزبوط هذا كلام سليم. في الآخر المذنب مريض حتى تثبت إدانته، مش في حاجة في القانون هيك؟ مزبوط. اللي هي فهمت هذا اللي هو إذا واحد عامل شغلة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن أنا اللي شافه في عالمنا العربي العكس صحيح. معلش يعني العفو بصير معه مشكلة، الواحد بيروح على البوليس ستيشن أو بيروح على هذا بيعاملوه كمذنب. بروح أنا رايح أشتكي على واحد بيعاملوني أنا كمذنب. طريقة الأسئلة وطريقة هذا بطلع بحس حالي أنا المجرم، بقوم خلص بديش بطلع. لماذا؟ معلش أريد أنا فعلا أريد جواب من الإخوة العرب. تفضل. أنا زي ما حكيت لحضرتك يعني ظروف جاثية. البرازيل أنا عشت حياتي في البرازيل، أنا علاقات قوية في البرازيل. وعشت لحياتنا يعني، النسوان فيش حلا منها البرازيليين. يعني الواحد يحكي لي إله واللي إله، يعني أنا طلعت والله بسطت أولها وكذا وهذا وتعرف اللي يعني. مزبوط. البرازيل أطلعت نجوم. هذا كلام صحيح. البرازيليين اللي أطلع كرة القدم هي اللي طلعت رونالدو رونالدين وكل إشي له علاقة في دين في الآخر. يلا ما ليش بدك تتحمل الآن. أنا يعني بوعدك إني أساعدك بكل ما أستطيع. يعني أنت بتعرف إنه البرازيل من أكبر الدول المصدرة للدجاج. مصدرة لإيش؟ للدجاج. ثروة طائرة من الدجاج موجودة في البرازيل. يعني المنظومة تبعت الدجاج اللي معمول هناك عاملينها بطريقة، يعني الدجاج لدرجة لما يصير في مباراة كرة قدم للبرازيل بتلاقيه بالصف جنب بعضه بيحكيش ولا كلمة. طيب لا يعني أنا أكيد يعني مش كبير يعني. فخليهم رجعولنا هالدجاجة، رجعولنا هالخزنة، خلنا نخلص. أنا حاضر إن شاء الله. الخزنة هذه فيها ذكريات خفيفة اللي أنا بدي أسترجعها. أنا ما إلي حد إني أعرف شو فيها، بس إلي حد إني أنا أحترم شو اللي لك فيها. هذا حقك. أنت بدك تتعاون معنا بتتعاون معك، إحنا بنشتغل مع بعض. هذا حقك، لأنه هذا ممكن أنت في إذا 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 ترافعت عني أنت ولا رحت حكيت عني ممكن عاطفيا تشد القاضي للموضوع هذا. في باكيت كمال موجود فيها، هذا أول باكيت اشتريته أنا في حياتي، دخنت منه سيجارة
وبعديها طلعت على البرازيل. ال 84 هذا رجعوا لنا هالباكيت، وبديش اي حاجه ثانيه. شوف لاي درجه، شوف لاي درجه بحكي، رجعوا لي باكيت الدخان الكمال اللي صنع في ال 84. ها هذا انا ذكرى عندي، هذا يسوى الملايين. هذا الباكيت وقتها، هاي قصه طويله بديش طول عليك. تعرفنا على برجيت، هذه فرنسيه تعرفت عليها انا، وبتعرف اول قصه حب، هذه خلينا نقول ثاني ثالث قصه حب. قصه حب طويله ما صارش في نصيب بينه وبينها. هذا الباكيت الدخان لما اشتريته اول طلعه كان نطلعها انا وياها، قاعدين نتمشى في جبل الويبدي، طقس رائع. أياميها عمان إيش كانت؟ ما هي عمان فاضية. واشترينا هالباكيت وخليته ذكرى. أنا قبل ما أسافر خليته ذكرى، حطيته في هالخزنة، رجعوا لي باكيت الدخان. هسا بدي أسألك في المحكمة، إذا أنت بتحكي مع القاضي يعني بتقول له إنه نطالب نحن بترجيع باكيت الدخان هذا، يعني ممكن يعني العفو يستنى مثلا، أو يقول إيش هذا السخافة أو إيش زي هيك، ولا هذه مسألة جدية تعتبر؟ لا، هي بالنهاية يعني أول إيش بتعتمد على حسب يعني القاضي وثقافته واهتمامه، أو على الأقل احترامه يعني للناس. يعني بيهتم أكثر إذا كان باكيت مالبورا مثلا؟ لا 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 لا، بس هو بالنهاية يعني هو يجب أن يحكم بحسب القانون، بهمنيش تعاطفه إذا كان هو يعني مؤيد ولا معارض لهذه الفكرة. يرجعوا لي باكيت، يرجعوا لي الباكيت وعلبة كبريت. هذا كل اللي بطلبه أستاذي. أنا أنت ما بتعرفني مضبوط، أنا كلمتي واحدة، مش واحد واحدة. لا بالعفو. لا هذه تعابير بداعب. طيب مزحة هذه كانت، العفو أنا بطري قاعد في المكالمة، يعني حسيتك زهقت أو شوي هيك. لا وريهم نعم. إيش مطلوب مني؟ إيش أنت بتطلب مني؟ أنت أطلب مني أنت هذا اللي بتحكيني منه، هذا رقم تليفون أرضي ولا موبايل ولا إيش؟ هذا أرضي. هذا أرضي. بتحب أرجع أحكيك من الموبايل؟ لا، بعت لي شو اسمه رقم موبايلات. نعم. خليني أنا أسيبه عندي عشان أنا أتصل معك. انجليزياتك منيحه ولا مش كثير؟ يعني او تعرف رايبه بس هذا. ببعث لك عربي، ببعث لك عربي، ما في مشكله بقرا يعني، ببعث لك بالعربي، انا ما عندي مشكله ابعث يعني بالعربي. نت كوميرشال. لا خلص، ببعث لك انا بالعربي. اذا محتاج ضروري بالانجليزي تبعته، ابعث لي اياه بالعربي بترجمه. لا، انا بدي ابعث لك يكون بيني وبينك دايركت، ما يكون في حدا بناس. واذا عندك ايميل او شيء بتحب اني اراسلك عليه او فاكس. الايميل بالانجليزي ما بيجيش بالعربي. ما في مشكله، بس ببعث لك الرساله يعني نفسها ببعث لك اياها بالعربي. لو بعثت لك الايميل بالعربي انت بتترجمه، ما فيش مشكله. ما عندي. وانا حابب انه يصير في تطور احنا بناتنا، العلاقه هذه تتقوى اكثر من هيك ان شاء الله. هذه العلاقه انا شايف مستقبلها صداقه حميمه. ان شاء الله. انا حابب بس تيجي انت على الاردن. هانا انت امتى جاي؟ والله يعني حاليا مش عارف. لا بدك تستعجلها شوي، بدك تستعجلها شوي. سيدي مرحبا بك، انا حاضر. الله يسعدك. يعني ماديا مكلف هذا الموضوع؟ لا ما مش كثير. منحكي مش كثير قديش يعني؟ انا بوعدك انه انا يعني شو ما بقدر اني اوفر عليك انا اوفر عليك. لا العفو، لا مش قصه توفير، هي المصاري لا تعني شيء. انا برضه بدي اوفر عليك يعني في النهايه. انت عارف استاذي على قصه هذا، المصاري لا تعني شيء، ولكن انا بتعامل في حاجه اللي هي بسموها المقايضه، مبدا البارتر. هذا مبدا ناجح جدا. يعني انا ياما اشتغلت في ديلز قبل هيك، يقدموا لي سيرفيس، ها السيرفيس هذه او الخدمات هذه مقابلها اعطيهم نصيحه بخبرتي. عمي يعني من المعروفين، وحكيت انا وياه وجينا بدنا على وقت الدفع وكذا وهيك. قلت له قديش بتعمرني؟ قال لي سلامه خيرك. انا فهمت عليه على طول انه هو فاهم انه انا النصائح اللي اعطيته اياها كلها هذه من خلال تجربتي معه وكذا وهذا، وقديش اضفت له في حياته. اكتفى في هذه النصيحة هذه ببلاش، ويكفي الخلف الصالح والعلاقة الصالحة اللي انت بتبنيها قاعد مع شو المصاري اذا انت وفقت راسين بالحلال. ليش مش مكتفي انت في اللي عندك؟ شو بدك اكثر؟ طب وجالك اكثر؟ بضل الواحد يطمع وهو يظن انه يطمح، ولكنه يطمع ولا يطمح، لانه لو طمح لاكتفى، ولكن لو طمع لارتوى. نديم سراج بيحكي معاك من مزاج اف ام في الاردن، بيعمل فيك مقلب على التليفون. والله شاكر لك لطفك. انت ومزاج اف ام. الله يخليك. لا وبعدين على باكيت كمال، يعني لفت الدنيا بالسجاير وما ضلش غير باكيت كمال. حبيبي
الفرنسية وطلعت لي على ندخن منه سجارة يا زلمة، وديتني ينسي بلاش نحكي أنا، بس وديتني يمين وشمال وآخر إيش والله ما عرفت شو بس. نكشة مخ مع نديم.